عزيزات أعزاء، رمضان مبارك سعيد، والله يدخلوا عليكم بالخير والهنا. وأهلا وسهلا ومرحبا بكنا وبكم في الفيديو الجديد اللي غادي نخصصوه لك الجريمة اللي وقعت في مركز جماعة المرس بإقليم بولمان. بنت قاصر في عمرها 15 عام قتلت باها، قتلته مع السحور الله يرحمه ويوسع عليه ويجعله من أهل الجنة، والله يصبر كل أفراد هذه العائلة المكلومة. الحديث وقع مع جوج ديال الليل، ليلة الأربعاء 6 أبريل 2022، يعني فوق السحور. البنت ضربت باها بموس في ظروف ولأسباب ما كيعرفها حتى شي حد إلا هما بجوج وباقي أفراد العائلة اللي كانوا حاضرين. باش ما نقولوش شي حاجة من راسنا وباش ما نقولوش لكم الكذوب، نعتمدوا على الشي اللي راج في صفحات فيسبوكية محلية تناولات الخبار والشي اللي جا في تعليقات مقربين على ديك التدوينات. هادشي في انتظار ما يكشف البحث اللي فتحته الضابطة القضائية للدرك شنو وقع وشنو هي الأسباب والحيتيات والظروف ديال هالجريمة اللي حركات المشاعر ديال أهل المنطقة واللي بكت اللي ما في قلبه رحمة، بكت الناس الدمع والدمع ولا حول ولا قوة إلا بالله. المتداول والله أعلم أن البنت كانت شادة التليفون، ربما كانت شاطي، ربما كانت قرا، ربما طلعها هابطة في الفيسبوك وفي الصفحات تقلب على شي حاجة. المهم عندها تليفون مشغولة به، محقا تشوف التليفون، والتليفون فيه منافع، يقدر تقرا به، قدر تدير شي حوايج، لكن خصها تراقب باش ما تدخلش شي مواقع وباش ما تلعبش شي العاب، لا هي لا سواء كان البنت ولا الاول، خصها تراقب تمشي حيت مازال قاصر وخصها توجيه. ماشي عيب باك الا قال لك نشوف تليفونك او الا راقبك، راه لمصلحتك. المهم باين البنت حيد ليها التليفون. لهنا الامور عاديه، يحيد لك باك التليفون عادي لمصلحتك، او ربما باش تنوض تعاوني ماماك في توجات السحور، او غير تحطي معها على الطبله. راك تبارك الله عزبه، خصك تعاوني ماماك تنتي وتكوني فاعله في وسط الاسره. هنا ما كنتكلمش على البنت بالضبط، ماشي عليها بالضبط، ولكن على بحال هاد البنات او اي بنت ولا ولد كيعند باه او مو في بحال هاد المواقف. قال لك حط التليفون وبدل الساعه، غادي يجي واحد الوقيته غيخلي لك التليفون، لانه هو اللي كيراعي مصلحتك اكثر ما تعرفها انت، لانك انت مازال صغير وهو كبير عليك، سواء الاب ولا الام كبير عليك في العمر وفي التجربه ايضا. هادشي كله غير على التليفون. حيد ليها التليفون وهي سعرات حيحات، قالت نقتلو نتهنى. هذه هي العباره اللي تم التداول ديالها من طرف الناس المنطقه في صفحه التواصل الاجتماعي على اساس انها قالتها. والله اعلم، انا ملي كنقولها ماشي معنى انني يعني متيقن 100%، كنخلي البحث هو اللي غيجيب شنو هي ادق التفاصيل اللي وقعت، واش ديك العباره قالتها بالصحيح، واش عندها النيه ولا ما عندهاش. المهم خلينا من هذا الموضوع. الغريب انها قتلت بها فيما بعد، والله يرحمه مسكين ويصبر العائله. البنت مشات للكوزينه جابت واحد الموس صغير وضربت بها ضربه الخوف بعد ما ارتفع منسوب الغضب عندها، ضربته وتسبات ليه فجرح عميق وطاح قدام عينيها، والدم سايح منه نزف دم كتير قبل ما تجي لابيلونس، والجرح اللي خلفت الوفاة ديالو لاحقا هو أكبر جرح اللي ما عمره يبرى، خاصة أنه مات على يد بنته. مهم، الضحية تهز المستشفى القريب ومنه تهز المستشفى الإقليمي المسيرة الخضراء بمدينة ميسور، فين غادي يموت مسكين البارح الخميس في الصباح والله يرحم. أنا غادي نفتح واحد القوس باش نوجه واحد الميساج للدراري أو البنات اللي كان عنده والديهم، وما جيت هنا في هذا الفيديو باش نعطيكم النصائح، راه تبارك الله كل شيء معروف. راه الوالدين يقدر يكونوا قاصحين معكم، لكن مصلحتكم ولأنهم الأضرب مصلحتكم. وخلينا من ديك كلام المراهقة وأنا كنعرف حسن منك وأنت مازال قديم، ربك وراها أمك، خصك تحترمها وتطيعها وخا تقصو عليك، والله وخديتي السخط لا تفرطيه صدقوني. وهذه القاشي الرضا راه هو عنده دور كبير في حياه الانسان لا حول ولا قوه. سدات القوس ونتمنى الرساله تكون وصلت. المهم ان الضحيه مسكين في الاربعينات من عمرهم، راجل مزيان بشهاده الناس اللي كيعرفوه،
تهز مسكين للسبيطار ديال ميسور وفين فيه غادي يموت، في تهز لامورك ديال مستشفى الغساني ببني تفاس. وشوفوا معايا عاوتاني، هذا مات في مستشفى اقليمي في ميسور وتهز الفاس باش تشرح الجثة ديالو، يعني الجثة غادي تقطع اكثر من 200 كيلومتر باش تشرح ذهب، وزيد عليها هادشي ذهبا وايابا ماشي غير غير. هنا غادي نهضر على المعاناة ديال الناس اللي كيموتوا ليهم اقارب ديالهم وخصهم يخضعوهم للتشريح الطبي في مستشفى الغساني بمدينة فاس. شوفوا معايا شحال ديال المعاناة وشحال ديال المصاريف كتزداد على ديك العائلات، في حين ان لامور خصها تكون في المستشفى الاقليمي كما الطبيب الشرعي. وهادشي ماشي غير على بول ما نزيد عليها تاتا ونات، راه المعاناة حقيقية الخوت. ونتمنى الوزارة ديال وزارة الصحة باش تنتبه لهادشي وتوقف هاد المسلسل ديال المعاناة ديال اقارب ضحايا ولا الناس اللي كيموتوا في ظروف تستدعي تشريح ديال الجثث ديالهم للتيقن من الاسباب الحقيقية ديال الوفاة. البارح الخميس جابوا الجثة لمدينة فاس للمستشفى الغساني باش تشرح، وملي غادي يسالي الطبيب الشرعي التشريح ديالو غادي ترجع من جديد لمنطقة المرس باش تدفن في مقبرة بالمركز فين كاين كان الضحية ساكن. وغالبا اليوم في العشية تكون الإجراءات سادات، والله يرحم المرحوم ويصبر العائلة. أما بخصوص البنت فتشدت البارح من طرف الجدرمية، وكيقولوا الناس اللي ماشي طبيعية، يعني كتعاني من اضطرابات نفسية مريضة نفسانيا وماشي حمقى. وغدا السبت 9 أبريل غادي تحال على الوكيل العام محكمة الاستئناف فاس باش يتخذ القرار القانوني المناسب حقها على ضوء الأبحاث اللي فتحتها الضابطة القضائية للدرك. يقدر يتم الإيداع ديالها في مركز زيات بالمدينة القديمة، ويقدر تحال وغالبا غادي تدعى لينا العمر ديال 15 عام، غالبا غادي تدعى في هذا المركز حيت مازال صغيره ولا حول ولا قوه الا بالله. ها انتم تشوفوا على سبب تافه طاحت روح وشكون باقي حسره. وهنا غادي نذكر بديك الحادث الاليم اللي كان وقع في مدينه صفرو، ملي قتل واحد الولد في نفس العمر ديال هذه البنت، قتل امه ملي دفعها وطاحت على راسها على الدروج. والسبب انها مسكينه ما بغاتش تعطي 5 دراهم، لان ما عندهاش، ما بغاتش تعطي 5 دراهم باش يدير الكونيكسيون ويلعب الفري فاير. انا مصيبه هاد الفري فاير وديك الالعاب، رخص المراقبه للابناء، حضيو مع اولادكم وانتم يا ولاد يا الاولاد سواء بنات ولا منيت كنقول الاولاد يعني راه فيها الذكر والانثى، احترموا والديكم احترموهم احترموا مسؤولين من الدين ولا تطيعوهم، ولا قال لكم شي حاجه سمعوا، ولا قالك حيد التليفون حيد التليفون راه عارف مصلحتك. راهم الا مشاو ما تلقاو اللي يكون بكم ولا اللي يصرف عليكم يوكلكم ويكسيكم ويقريكم ويرعاكم، وهذا هو الاهم. ونتمنى باش تكون هاد النصائح توصل لبعض الابناء للاسف التهور ديالهم كيدفعهم لارتكاب حمقات ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى فرصة لاحقة دمتم أوفياء للقناة ودامت لكم الأفراح والمسرات، والله يبعد عليكم المدرجات.